افتتاح هذه الوكالة الثانية الجديدة على مستوى ولاية بوتواريريتش. أشكر أولا السلطات الولائية والسلطات المحلية على الاهتمام بنشاط البنك على مستوى بوتواريريتش. الحمد لله لقينا كل التسهيلات لفتح هذه الوكالة متخصصة نوعا ما في القرض على الرهن في مدة قصيرة. قدرنا يعني نوجد المقر وإن شاء الله ننطلق منذ الآن في العمل، وهذا لفائدة مواطني بوتواريريتش والمناطق والنواحي المحيطة بالولاية. في منطقة التنمية المحلية إن شاء الله نقدم كل التسهيلات وكل التمويل وكل المرافقة للمستثمرين وللمواطنين في ولاية البرج والمناطق المحيطة بها. وحاولنا نوزع هذه الوكالات عبر كل التراب الوطني، وهذا باللي يعطى قروض خاصة لبعض المواطنين اللي يحتاجوها في مراحل معينة، وهو عبارة عن تمويل سهل يعني رهن اللي يعني كما قلوا دي أمبيجو، ولا ممكن في مرحلة إنسان يحتاج إلى تمويل. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.